فكرة اللي هي الإعجال أو هي مادة التليون اللي احنا تم تصنيعها في قطاع غزة من المعاناة اللي هي بيصير على مستوى قطاع غزة اللي هو قسم الحوادث. كتير ناس بيصير عندها بنشر مفاجئ للمركبة وبقدرش يسيطر على المركبة، هيك بكون سائق المركبة أو الركاب بكونوا في خطر. فإحنا حبينا نعمل اللي هي مادة التليون إنها تحافظ على سائق المركبة. مادة التليون جربت على جميع المقاسات سواء بالسرعة العالية أو بالحمول الزائدة أو اللي هو بتخبيطها على المسامير ما تتأثرش بأي شغلة حادة. الآن زي ما انتم شايفين في الصورة أن هذه السيارة مشت على 350 مسمار وما تأثرت بأي شغلة. المادة هذه اللي احنا بنستخدمها هي مادة التليون، هذا صممت من خمس اللي هو مواد كيميائية تم تصنيعها وتخليصها من مواد ثانية، عدة مواد على أساس أنه احنا نصل لمادة التليون تكون مادة لزقة بتلزق فيه اللي هو سقف الكاوشوكة من الداخل من فوق على أساس أنه احنا نحمي الكاوشوكة من بنشر الموت. بالنسبة لتكلفة المشروع دائما قطاع غزة بيختلف عن الدول الثانية وبكون تكلفة المشروع مضاعف كتير لأنه ما فيش مواد اللي هي تخش قطاع غزة بتم تخليص المواد هاي من مواد تانية فبصير التكلفة عالية جدا، أو بنحتاج أنه حديد بتعرف على مستوى قطاع غزة حصار على مستوى كل شيء في قطاع غزة. فإحنا لما نيجي إحنا نصنع هذه المادة بنتصعب، وفي نفس الوقت لما إحنا بدنا نحتاج الحديد السميك أو المعدات اللي هي نعمل نشتغل هذه المادة التليون بتكلف التكاليف عالية جدا. مادة التليون هذه المهندس عبدالله اخترعها لأصحاب السيارات هذه بتوفر المادة على السائقين بصراحة البنشر ومريحة وآمنة لمسافات بعيدة، حتى لو السيارة سرعتها 120 ربما أن تكون في درجة حرارة عالية كمان أو في درجة البرودة، هذه المادة آمنة لأصحاب السيارات، أصحاب السيارات وأصحاب البصات وأصحاب كل من بتعامل في هذه المادة. وأنا بأشجع ويريت يجربوها ويكون هي خط أمان لسياراتهم.